شوي شوي الطفل يبدأ يتعلم ويكتسب المهارات. أول ابتسامة، أول خطوة، أول كلمة، أول مرة يشير بيده إلى شيء أو يلوح بالتحية. والأهل يا سلامة يراقبون عيالهم وأكيد يخافون عليهم. أغلب الوقت الحمد لله كل شيء يكون تمام، لكن أحياناً إذا الأهل لاحظوا أن الطفل ما اكتسب بعض المهارات مقارنة بالأطفال اللي في عمره، ننصح بإجراء فحص نمائي لمعرفة إذا هناك تأخر عند الطفل وأسبابه وكيفية علاجه. التأخر النمائي هو في واحد من هالمجالات الخمسة، والفحص النمائي ضروري وهو جزء من الرعاية الصحية للطفل، خاصة أن الدراسات أظهرت أن 30% فقط من الأطفال يعانون من إعاقات نمائية يتم اكتشافهم من الفحص السريري اللي يجريه أطباء الأطفال. ولا تخافين يا سلامة، الفحص النمائي مو بشيء صعب، فهو مجموعة من الأسئلة والملاحظات والنشاطات لتقييم نمو الطفل، يمكن إجراءه في العيادة أو المراكز التعليمية أو حتى في البيت. في وايد مشاكل ممكن حلها في حال الاكتشاف المبكر. أطفالنا هم مستقبلنا، وعساكم دوم صحة وسعادة.